لنقاش ملف زيارة وزير الخارجية الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، ينضم إلينا الدكتور مازن شندب، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، عبر الهاتف من مدينة طرابلس. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. في تصريح لبومبيو أثناء زيارته لمصر، تحدث عن مساعي دبلوماسية لطرد آخر جندي إيراني من سوريا. كيف تقرأ هذا التصريح، وما هي الوسائل الدبلوماسية لإخراج إيران من سوريا؟ يعني في حقيقة الأمر، إذا تابعنا كل الممارسات السياسية والتعاطي الاستراتيجي لإدارة ترامب مع الوضع الإيراني بشكل خاص وبعض الوضع المنطقة بشكل عام، في الحقيقة يعني يمكن ببساطة التوصل إلى نتيجة مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بصدد القيام بأي عمل عسكري اتجاه إيران، بل أن سياسة ترامب الخفية والمعلنة والظاهرة وفي كل مناحيها هي سياسة اقتصادية. حتى إذا أخذنا بعين الاعتبار صراعه مع إيران ومع غير إيران، نجد أنه يلعب الورقة الاقتصادية. بمعنى آخر، ترامب في الكثير من الأحيان يقول علنا لماذا نحارب ومن أجل من نحارب ونيابة عن من نحارب، وحينما يستعمل سلطة القوة فهو من أجل الابتزاز. لذلك التصريح السياسي شيء، الكلام السياسي شيء، والفعل على أرض الواقع شيء ثاني. يعني حتى موضوع الانسحاب من سوريا، من يضمن ومن يقول بأن هذا الانسحاب هو لغير مصلحة إيران أو هو ضد مصلحة إيران؟ لأننا إذا قرأنا التصاريح الأمريكية بخصوص سوريا وقرأنا ما يفعله الأمريكيون على الأرض في العراق، أنا أعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية في قاعدة عين الأسد في العراق هناك ألوية وهناك الكثير من المعدات تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على إحضارها إلى هذه القاعدة. ربما هذا وقد بدأت ذلك من لحظة قرار ترامب الانسحاب من سوريا. لكن من يضمن بأن هذه مساعي حرب؟ ربما يعني علم السياسة يقول أنك عندما تستعمل لغة القوة أو عندما تلوح في العصا كأنك تستخدم هذه العصا، ويبدو أن الإيرانيين يفهمون جيدا على الأمريكيين ويفهمون أن هذه السياسة الترامبية إن صح التعبير هي مجرد مناورة. لأنه لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد عملا عسكريا، تهديدا عسكريا كما نسميه في علم السياسة، لكان سلوكها مختلف، ولكان كلامها مختلف، ولكان تعاطيها على أرض الواقع في أكثر من ملف مختلف. ربما من بين هذه الملفات أيضا ملف اللبناني، حيث أكد بومبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح باستمرار وضع حزب الله في لبنان على ما هو عليه. إلى أي مدى تمتلك واشنطن حقا آليات أو خطة لتحقيق ذلك، أم أنها مجرد تطمينات لتل أبيب؟ لا، دعيني أقول لك أمرا بالطبع ومما لا شك فيه، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر قوة عسكرية في العالم، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة العظمى الوحيدة في العالم، وأن روسيا والصين هي دول كبرى وليست دول عظمى، وأن إيران هي دولة كبرى في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية في 10 دقائق القضاء على إيران برمتها. لكن ماذا بعد؟ يعني هل إيران لا تملك من القوة ما يلوي ذراع الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالطبع إيران دولة كبرى، بنت عناصر قوة لها في كل الوطن العربي من شمال إسرائيل إلى شمال السعودية إلى اليمن إلى العراق إلى سوريا، وبالتالي هناك حرس ثوري وهناك جيش إيراني وهناك أكثر من 5 جيوش إيرانية منتشرة في الدول العربية. وبالتالي لا، الخطاب الذي يقول أن إيران فزاعة هذا كلام سخيف. إيران ليست فزاعة، إيران دولة قوية استطاعت أن تبني جيوش داخل إيران وخارجها، واستطاعت أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية تعالي اجلسي معي على الطاولة، وقد جلست الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران على الطاولة.
هذه حقيقة يجب أن يعترف بها العرب وأن يبنوا حساباتهم انطلاقا منها وليس انطلاقا من ابتزازات ترامب أو تصريحات بومبيو. يعني هل نفهم من ذلك أن منطقة الشرق الأوسط يتحكم فيها هذين اللاعبين، الدولة العظمى والدولة القوية، إن صح القول من خلال حديثكم عن واشنطن وطهران؟ نعم نعم، وأعتقد أكثر من ذلك، أعتقد أن هناك توازنا في القوة بين هذين القطب الدولي والقطب الأقليمي، هناك توازن كبير في القوة بين هذين القطبين. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا بأن إيران قادرة على إيذائها بقوة عسكريا، وبالتالي هذا الذي تخاف منه الولايات المتحدة الأمريكية. أما الكلام عن نقل قواعد وإعادة انتشار وسحب قوات فهذه أمور تفصيلية ليس لها علاقة بالتوازن الاستراتيجي بين القطب الإقليمي والقطب الدولي، لأنه كما قلت لك لو كانت هناك قرارات استراتيجية لصانع القرار الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية لكانت تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية عكس ذلك. وأنا أفهم السياسة الأمريكية، دعوني أقول لك، من يعتقد أن هناك تنازعا في المصالح استراتيجيا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ من يقول هذا الكلام؟ من قال بأن هناك خلاف استراتيجي؟ ومن قال أن إيران غير مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات لتعطي الأمريكيين ما يريدون وتعطي الروس ما يريدون، خصوصا أنها قادرة على أن تعطي لأنها تملك فعلا؟ أما الآخرين للأسف العرب خصوصا هم لا يملكون شيء، لأنهم وبالتالي هم غير قادرين على أن يعطوا شيئا. أين أوروبا من كل هذا دكتور؟ يعني انظري ماذا حصل في فرنسا من السطر الصفراء، وقد حصل ذلك بعد أن ترجل ساركوزي وأراد أن يبرز كرجل حقيقي لينادي بجيش أوروبي، قطعه ترامب في اليوم التالي وأنزل له المظاهرات في فرنسا. لا فعلا، يعني الذي قال بأن أوروبا الغربية خصوصا هي الرجل العجوز، هي ربما رجل أكثر من عجوز ولم تزل هي الضفة الأخرى للأطلسي، إذا ما تحدثنا بلغة فلسطين الأطلسي، ولا نقول بأنها شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية حتى. بمعنى آخر، دول أوروبا التي طاغت علاقات دولية في فيينا وساهمت في إنشاء الأمم المتحدة هي غير دول أوروبا التي نعرفها اليوم. اليوم قبل أن نتحدث عن دول أوروبا تحدثت عن الصين، تحدثت عن روسيا طبعا بعد الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي دول أوروبا مجموعها لا تشكل قطبا دوليا على الساحة الاستراتيجية الدولية، فكيف إذا تحدثنا بلغة المفرغ؟ ما مدى فعالية الضغوط الاقتصادية والسياسية المفروضة على طهران للتأثير على الداخل الإيراني، لا سيما الضغوط الخارجية من قبل المعارضة الإيرانية؟ يعني هذا أمر فرعي وأمر تفصيلي، لأنه كما قلت أعود وأقول لك، هل هذا نتيجة قرار استراتيجي أمريكي بترقيع إيران؟ إذا كان الجواب نعم فهو اعتراف ضمني بعدم القدرة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في ترقيع إيران، وبالتالي كما سبق وقلت لك منذ البداية. وإذا كان يعني ذلك أن هناك مخططا اقتصاديا تتيقن الولايات المتحدة من خلاله أنها قادرة على تركيع إيران، لا، أنا أعتقد أن المسألة بالنسبة لإيران مختلفة جدا في البعد الاقتصادي. لأن أعطيك مثل حزب الله في لبنان، وهو الذراع الأكبر لإيران في المنطقة العربية. أي تدابير أي تدابير اقتصادية يمكن أن تقلل من حجم الصواريخ التي يمتلكها حزب الله مثلا؟ قد هذه الموارد المالية تؤثر ربما سلبا في الرواتب، في المصروفات الاستثمارية، في غير ذلك، لكن حزب الله بني وخرج من عنق الزجاجة وأصبح قوة كامنة وقوة قائمة بذاتها ومستقلة نوعا ما عن القوة الإيرانية، وبالتالي نعم ربما بعد 50 أو بعد 70 سنة يمكن أن نقول أن حزب الله قوة اقتصاديا، وبالتالي
بدا بمرحله تراجع، لكن بعد 70 سنه ماذا سيحصل في المنطقه؟ بمعنى اخر نحن ندرس في العلوم السياسيه بان التدابير الاقتصاديه قد يكون لها نتائج على المدى البعيد، لكن على المدى المباشر. المدى البعيد دكتور، ما هي السيناريوهات المستقبليه المتوقعه للموقف الامريكي، خصوصا ان زياره بومبيو لم تنتهي بعد وينتظر ان تكون له زياره للسعوديه ودول الخليج؟ لا، انا اعتقد ان هناك اعاده رسم لخارطه المنطقه، يعني يتفق عليها بشكل رئيسي الإدارة الروسية والإدارة الأمريكية، هذا على الصعيد الدولي. وعلى الصعيد الأقليمي هناك ثلاث لاعبين، هناك إسرائيل التي دخلت بالمناسبة بشراكة استراتيجية مع الصين، وهذا مؤشر كبير في بناء مرفأ حيفا. هناك إسرائيل وهناك إيران وهناك تركيا، ولكل قوة أقليمية امتداداتها إما الروسية وإما الأمريكية، وبالتالي المعادلة سوف تصاغ سلما بين هذه القوى الخمسة ربما في الأشهر أو خلال هذه السنة القادمة. أما سيناريو الحرب فأنا أستبعده على الإطلاق، خصوصا أن هناك معنى عسكريا مهما. إذا ما خيضت حرب بين إسرائيل وحزب الله تكون أمام سيناريوهين لا ثالث لهما. إذا انهزمت إسرائيل في الحرب ستنتهي كدولة جغرافيا وتاريخيا، وإذا انتهى حزب الله ستنتهي إيران أيضا في البعد الخارجي لها، وبالتالي ستكون هناك معركة حياة أو موت إما بالنسبة لإيران وإما بالنسبة لإسرائيل. شكرا جزيلا لك دكتور مازن شندب، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس.